بسم الله الرحمن الرحيم. رئيس حماية المستهلك زيو، حنا اللي نظمنا هذا اللقاء اليوم ديال اللقاء ديال هذا الشيء ديال التجارة مع المندوب، درنا بتنسيق مع المندوب ديال التجارة المغربية إقليم الناظور، وهذا الشيء كان بحضور تجار ديال المدينة، وهذا الشيء كي الدعم وهذه المعاونة اللي كنتعاون مع الجمعية كتبغي هاد الناس المواطنين ديال مدينة زيو، كنبغيو المستهلك كنبغيو التاجر في المدينه باش غادي يكون ناشط وغادي يكون ان شاء الله في المدينه ناشطين، ديما راه حنا في اعمال ديما راه حنا موجودين معكم ان شاء الله، وهذه اللقاءات مثل هذا اللقاء غيكون ان شاء الله ديما، وغادي نصوروا الشباك في المدينه باش غادي ان شاء الله جميع الشكاوي ديال التجار وديال المستهلك غادي تكون عندنا، وغادي نتكلموا لان غادي نعاون المستهلك الى اقصى درجه، وغادي ان شاء الله غادي تكون مراقبه صارمه، وغادي يكون وضوح في التجاره مع التجار ومع ان شاء الله المستهلك ديالنا في المدينه ديالنا، ونشكر السلطات المحليه ديالنا، ونشكر الناس كاملين والناس الاعلاميين، ونشكر الناس الاعلاميين اللي كيوصلوا الكلمه ديالنا لهذا الشيء ديال المواطن ديال المستهلك، نشكركم بزاف على هذه اللقاءات مثل هذه اللقاءات، ونشكركم والسلام عليكم.